هذا سائل يقول: هل كتاب مغني اللبيب للمبرد أو لابن هشام؟ لا، للمبرد، للمبرد. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يشرع ابن هشام، ابن هشام له أوضح المسالك في شرح ألفية ابن مالك، هذا لابن هشام درسنا فيه أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك. نعم. وله القطر أيضا، متن القطر في النحو، وله مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، هذا للمبرد. نعم، مغني، مغني، إذا قيل المغني عند أهل اللغة فالمراد به مغني اللبيب. نعم. إذا قيل المغني عند الفقهاء فالمراد به شرح، المراد به المغني لابن قدامة شرح الخرقي. نعم.